ما شاء الله مزرعة لحم 85 قص لحم شغال. بعد ما بعنا حمام الأستاذ أحمد وبعنا مزرعة حمام تانية، بسم الله ما شاء الله قدامنا كنز، كنز يا جماعة 85 قص غير الشباب، هوري لك دلوقتي. بس قبل ما نبدأ اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وتعالى نشوف الحمام وهو على البيض وعلى الزغاليل. الحمام كله يا جماعة بالمناسبة ان هو اول شغله او تاني شغله، يعني فيه اللي عمل عش وفيه اللي طلع عشين، مفيش اكتر من كده. مفيش حمام بقاله سنة ولا سنتين ولا ثلاثة والكلام ده، الحمام لسه شباب. اهو زي ما حضراتكم شايفين كله راقد على حصى، او هو اول شغله اهو، معشش فارش قش اهو كله، او تحته زغاليل او تحته حصى او بيطارد. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. معاه زغاليل اهو، هو مفيش زغاليل كتير لانه اول شغل، لكن معظمه تحته حصى، فيه زغاليل برضه اهو. ما شاء الله. طيب هي الاوضه دي فيها 55 جوز، هنقول دول مجموعه، اللي هياخد المجموعه على بعضها هو صاحب الحمام. سمح لي هنبيع الجوز ب 250 جنيه. سعر الجوز في المجموعة 250 جنيه، اللي ياخد المجموعة على بعضها هيعمل معاه واجب ان شاء الله. لكن دي مجموعة 55 جوز، في 30 جوز في اوضة التانية، هنشوف برضو ايه الاوضة التانية فيها ايه بعد ما نشوف. كمان اهو يا جماعه الحمام كله. الاوضه الثانيه فيها 30 قص اهو، بسم الله ما شاء الله، حتى محصي من على الباب اهو ما شاء الله. اللي عايز 30 قص ده يا جماعه ياخدهم، واللي عايز ال 55 اللي في الاوضه الثانيه ياخدهم. ليه بقى مقسمينهم في اوضتين؟ علشان ما تبقاش مجموعه كبيره، اللي عايز ال 30 ياخد، واللي عايز برضه اكبر ياخد ال 55، لان مش هنعرف نجيب له من هنا ومن هناك، دول هم اللي واخدين بعض ال 30 دول. الحمام في دمياط. ما شاء الله كله محصى على الارض اهو يا جماعه، ربنا يبارك. ربنا يبارك للبائع والمشتري بإذن الله. الحمام كله معاه بيض أو معاه زغاليل أو بيطارد. في برضه مجموعة شبابات، برضه هنشوف المجموعة الشبابات لوحدها. زي ما قلت لك المجموعة صاحب الحمام قال اللي ياخد هيحسب له ب 250، اللي ياخد كل الكمية هيعمل معاه واجب، ياخد الكمية على بعضها هيعمل معاه واجب، يعني هنخفض له في السعر شوية، لكن سعر الأصل 250. يا بلاش كنز يا جماعة كنز، اكتشفت ان دمياط فيها كنوز فعلا. يعني عملت لك قبل كده فيديوهين الحمد لله بعناهم، والنهاردة الفيديو الثالث للبيع الحمام، مزرعة حمام برضو كاملة للبيع في دمياط. المكان دمياط، وهسيب لك رقمي اللي عايز حاجة يكلمني. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك.
في القرى الثالثة 30 جوز شبابات يعني على وش شغل، وفيهم والله اللي محصي اهو هنشوف كده. في اول شغل اهو يعني فيهم جميع الاعمار، عشان نكون صادقين مع الناس فيهم جميع الاعمار، شباب من اول عمر مثلا شهرين لغاية 6 شهور يعني حمام شغال، جميع اعمار الشباب 30 قص. اللي عايز حاجة انا اسيب له رقمي ولا اسيب له رقم؟ طيب اللي عايز حاجة يكلمني. وفي الأوضة الرابعة فيها 17 جوز، 17 جوز رومي، 12 شغالين، 12 شغال، وأربع أسوس شباب، وجوزين زغاليل معتمدين على نفسهم. اهو فيهم عشان نشوف الشغل بتاعهم برضو. طبعا كل اللي هيطلب اللي معاه زغاليل في البداية اهو ما شاء الله، عشان اللي عايز يشوف الايه النوع. ما شاء الله ربنا يبارك. أنا عايزين نصوره. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. الناس اللي بتحب تشوف عين الحمامة برضو تشوف يعني. بسم الله ما شاء الله برضو رائد على حصى. الناس اللي عايزة تشوف الحمامة من قريب أهو. الناس اللي بتحب اللي بتعرف في الانواع، انا ما اعرفش في النوع ده يا جماعه بصراحه، ما ربيتش النوع ده قبل كده، الناس الخبره فيه هي اللي تقول. بسم الله ما شاء الله. تحت حصى ولا تحت حصى يا جماعه؟ القص شغال 350 يا جماعه، القص الشباب 250، الزغاليل 125. وطبعا اللي هياخد المجموعه على بعضها هيتعمل ليه واجب كبير. واللي عايز حاجه يكلمني هكتب لكم رقمي في وصف الفيديو وفي التعليقات. كده اكون خلصنا. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان تشوف باقي فيديوهاتنا.